المرأة سواء كانت سيدة كبيرة في السن أو شابة صغيرة هي أساس الحياة، وهي برضو الأصل في كل شيء جميل بنشوفه حوالينا. من الآخر وبدون أي تحيز، الست هي أصل الحكاية وكل الحكاية، ولأن الست هي الحكاية وليها قصص كتير قوي ملهمة فعلا، ولأن الحياة فيها كتير نماذج لستات ناجحة، قررنا أن ضيفتنا النهاردة تكون واحدة من أكبر المهتمين بالمرأة في الوطن العربي كله، وهي نميسة عرنوس مؤسسة منصة احكي. قصص كتير قوي ملهمة ونماذج ناجحة للستات. نميس ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ كل حاجه مبسوطه ان انت معايا النهارده. انا كمان جدا. ثانك يو. طيب انا عايزه ابتدي معاكي من الاول خالص. يلا. ازاي بدات القصه تيجي في دماغك؟ بصي انا اساسا خريجه اعلام واشتغلت في حكي قصص كتير، حكي قصص الناس عامه، بس كنت دايما بحس ان حكي قصص الستات هي الحاجه الناقصه اللي انا محتاجه اعملها. مع تفكير كتير خد مني وقت طويل مش قليل، حوالي 5 سنين، لحد ما طلعت فكره احكي ان هي تكون اونلاين، مساحة آمنة الستات تثق فيها إن هي تشارك حكاياتها الملهمة والمؤثرة، عشان ستات تانية تحس بنفس الإلهام وتبتدي تشارك هي كمان حكاياتها بمنتهى البساطة. أوكي، طيب أغرب قصة سمعتيها؟ مفيش أغرب، في أحلى، في أكتر قصة ملهمة. أنا بسمع قصص كتير من ستات كتير، وأكتر قصص بتأثر فيا أو أكتر حاجة لاحظتها ان قصصنا كلها متشابهه، كلنا كستات عندنا قصص متشابهه ورحله متشابهه، واكتر حاجه بتاثر فيها بشكل شخصي ان احنا بنقع وبنقوم وبنقع وبنقوم طبعاً. فهي مش اغرب على قد ما بيديني باور ان انا مش لوحدي. لما بشوف قصه ست انا مش لوحدي، نميس انت مش لوحدك، في ريهام كمان زيك، في نهى زيك. فدي اكتر حاجه او اغرب حاجه ان احنا كلنا قد ايه متشابهين يعني. طب امتى ابتدى يحصل اقبال كبير على المجله؟ اعتقد بعد اول سنه كان صعب جدا ان احنا نقنع الستات ان هي تشارك قصتها، لانه كل ست كانت بتقول انا ما عنديش حاجه اشاركها. احنا كانت الفيجن او الرؤيه بتاعتنا ان كل ست عندها قصه ملهمه ومؤثره. فبعد اول سنه لما شافوا قصص ستات كتير من اللي اقنعناهم، بدات الستات هي اللي تبعت قصصها وهي اللي تقول انا عايزه اشارك قصتي. فخد الموضوع سنه لحد ما الرؤيه بتاعتنا بدات الستات تفهمها وتقتنع ان حقيقي قصتها ملهمه وتستاهل ان هي تتحكي. طب ممكن تحكي لي اكتر شويه عن المجله المحتوى بتاعها؟ بصي مجله احكي ابتدت برؤيه واضحه، او رؤيتنا هي حكي قصص النساء لتمكين النساء. بمعنى انه الهدف الاساسي هو تمكين النساء من خلال ان انا لما احكي قصتي بمكن ستات تانية وبمكن نفسي. بس مش بس حكي قصص ستات الملهمه والمؤثره هو الكونتنت او المحتوى اللي بتقدمه احكي، لكن كمان انتاج محتوى لرفع الوعي بقضايا المراه وتمكين المراه بشكل عام. عن كل القضايا اللي ممكن تتخيليها، ليها علاقه بالامومه، ليها علاقه بالتربيه، ليها علاقه بعلاقات سعيده وناجحه وسويه، ليها علاقه بان احنا يكون عندنا كارير، يكون عندنا مستقبل مهني، ويكون عندنا استقلال مادي. ده هيخلينا احسن، ده هيخلي علاقاتنا افضل، ده هيخلي تحكمنا في قراراتنا اقوى. كل حاجه تخص المراه احكي بتقدمها، وده اللي خلاها الحمد لله واحده من اهم المنصات في الوطن العربي اللي بتنتج محتوى باللغه العربيه بيناقش قضايا المراه وبيكلم المراه وبيحكي حكاياتها. طيب وهو بيناقش بس القضايا لكن بيساعد يعني مثلا واحده عايزه تشتغل؟ لا بصي ده برضو من الحاجات او من التحديات اللي قابلناها كتير. احكي مجله بتنتج محتوى الهدف بتاعنا هو رفع الوعي، خلق الفرص في مؤسسات ومنظمات تانية بتعمله كبيرة، لكن احنا بنحاول نكون الوسيط ما بين الموضوع ورفع الوعي وان احنا نسلط الضوء على الفرص المتاحة. ده دورنا. لكن هل احكي هي اللي بتقدم الفرص بشكل واضح؟ لا، لكن بنتيح الفرصة قدام الفرص وقدام الستات فيقدروا يوصلوا ببعض. طب انتوا كمان ليكم نشاط قوي جدا على السوشيال ميديا، ممكن تشرحي لنا عنه شويه؟ ما هو جزء من الكونتنت، احنا اونلاين تماما، احنا مش مجله مطبوعه، احنا مجله اونلاين مفهوم. فجزء من الكونتنت ده بيتنشر على السوشيال ميديا. بالعكس السوشيال ميديا هي الارم او الجزء القوي عندنا، بالذات انستغرام وفيسبوك. احنا بننشر المحتوى، بيبتدي الناس اونلاين، الستات تحديدا اونلاين تتفاعل مع المحتوى ده بشكل كبير، لحد ما احكي وصلت الريتش بتاعها او المحتوى بتاعها وصل لاكثر من 50 مليون ست في 2022 على نطاق الوطن العربي كله.